مساء الخير جميعا، أنا دكتورة هديل دغش، تشرفت بالانضمام لجمعية إشراق لفرط الحركة وتشتت الانتباه، وبحول الله بكون موجودة معاكم اليوم للإجابة على بعض التساؤلات بخصوص مرض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. جمعية إشراق من فترة كانت سوت استفتاء بخصوص الأدوية لفرط الحركة وتشتت الانتباه، فحناخذ الأسئلة، نجاوب على الأسئلة اللي كانت تهم غالبية الأمهات أو أهالي الأطفال اللي عندهم فرط الحركة وتشتت الانتباه. وبعد كذا لو في أي أحد في عنده أسئلة بالخصوص هذا بالشق الدوائي أو العلاجي عموما يتفضل مشكور، لكن في البداية استأذنكم بس بنجاوب على الأسئلة اللي كانت في الاستفتاء. السؤال الأول، كيف أتأكد من أن العلاج مناسب؟ ومتى أطالب بتغيير العلاج؟ عموما سواء كان لأدوية فرط الحركة أو أي دواء في العالم، إحنا نقول لو في عندي استجابة بنسبة 80%، 80% أنا ما أتوقع أنه الأعراض تختفي تماما تماما، ممكن تختفي تماما تماما، يعني 100% zero symptoms، ممكن يحصل الشيء هذا. لكن لو أنا الأعراض اللي عند الطفل، مثلا الطفل ما يقدر يجلس معايا وقت الدراسة، إحنا الآن أغلبنا على المنصات، الله يخلي أمهات وأبهات الجميع اللي بيجلسوا مع الأولاد للمنصات، الطفل ما يقدر يجلس، لكن لو صار إنه هو يقدر يجلس، يمكن مش طول الوقت لكن أغلب الوقت يقدر يجلس، يعني 80% 75% من الوقت أقول إنه العلاج إن شاء الله مناسب. كمان العلاج يكون مناسب مش بس إنه يكون في عندي فعالية، كمان لما يكون الطفل ما بيعاني من أعراض جانبية خطيرة أو أعراض جانبية معطلة، إحنا نقول يعني مثلا ممكن العلاج يكون كويس بالنسبة للفعالية، أعطاني إنه الطفل صار يركز ينتبه يجلس معايا، لكن المشكلة إنه الطفل يعني مثلاً بيعاني من كثير، سد الشهية، ما يقدر يأكل، ما يقدر ينام، عنده توتر، قلق، اضطراب دائم، فالأشياء هذه لا، يعني معنى كذا أنا ممكن إني أطالب بتغيير العلاج، فلازم يكون في عندي فعالية وأمان للطفل، وفعالية مثل ما قلنا أكثر، يعني أكثر من 75-80% من الأعراض تختفي، لكن مش 100% أنها تختفي. وأهم شيء يعني يمكن الأمهات يعرفوا إنه هي تشوف إنه هي تقدر، إنه الطفل هذا قادر إنه هو يحصل التحصيل الدراسي، التواصل الاجتماعي، الاندفاعية اللي تضايق أغلب الأهالي من الموضوع هذا، إنها تكون يعني إن شاء الله تم السيطرة عليها. طيب، كان في عندنا سؤال ثاني، في حال التوقف عن تناول الدواء يحتمل حدوث انتكاسة ويعود وضع الحالة للأسوأ، أي دواء مش فقط أدوية فرط الحركة وتشتت الانتباه، أي دواء أنا باخذه الأعراض معينة عندي، أنا لما حوقف العلاج شيء طبيعي أنها ترجع الأعراض، مش معنى كذا إنه هو انتكاسة، مش معنى كذا إنه المريض اتعود أو الطفل تعود عليها بحيث إنه ما يقدر، شيء طبيعي. أنا باخذ دواء مثلا للرشح أو للزكام أو للكحة، وقفت وأنا الكحة لسه عندي ما خلصت، وقفت حترجع الكحة، حترجع الأعراض، طالما إنه العلاج، طالما إنه الأعراض ما اختفت، طالما إنه هي لسه لا زالت موجودة، فشيء طبيعي إنها حترجع تورك أجين زي ما بنقول، حترجع مرة ثانية، لكن ما راح يصير الوضع أسوأ. لكن لو أنا وقفت العلاج بشكل مفاجئ بدون تدريج، بدون مثلا ما أكون أنا وصلت للنتيجة اللي أنا أبغاها، أيوة ممكن الوضع يسوء مع أدوية فرط الحركة ومع أي أدوية في العالم. إحنا الآن مريض الضغط أو السكر، خليه يوم واحد بس ما ياخذ أدوية الضغط أو أدوية السكر، إيش حيصير معه؟ الضغط حيرجع يرتفع، السكر حيرجع يرتفع، مش كذا بس، ممكن نشوف أعراض دوخة، غثيان، زغللة. إحنا ما بنقول إنه المريض يعني معنى كذا إنه هو أدمن أو إنه تعود، ليش؟ لأنه الأدوية هذه يمكن شوية بعيدة عن
الاتهامات الكثيرة اللي تلقى على الأدوية النفسية. ويمكن إحنا اليوم إن شاء الله هنتكلم إنه حيكون في محاضرة توعوية ثانية بخصوص الاتهامات الكثيرة اللي بتيجي للأدوية النفسية وهي بريئة منها. طب إذا معنى كذا أن وضع الحالة بعد توقيف العلاج لا يعود للأسوأ، ولكن إذا ما تم السيطرة على الأعراض، يعني المريض لسه ما تعافى ما تشافى، حترجع الأعراض. وغالبا يعني فرط الحركة، يعني هذا مرض ممكن بيستمر، يعني بنسبة 35% بيستمر للمراهقة، ممكن يستمر لمراحل البلوغ، يعني حتى بعد ما يصير. احنا بنشوف أحيانا كثير حالات إنه بيجوا الأطفال على أساس إنهم في عندهم فرط حركة وتشتت انتباه، ولما ناخذ التاريخ المرضي بيكون أحد الوالدين بيكون عنده. فالمرض هذا ممكن يستمر طالما إنه في أعراض، أنا بحاجة للعلاج. شيء بديهي وبسيط لكن يمكن يكون غايب عن كثير مننا. السؤال الثالث، هل الأدوية تسبب الإدمان؟ ليش السؤال هذا دائما بيجي للأدوية النفسية؟ إحنا عارفين إنه يعني الأدوية خط الدفاع الأول في الأدوية اللي إحنا بناخذها اللي هي المنشطات. المنشطات هذه أيوة في لها قابلية، إذا أخذها والله شخص عادي للمزاج أخذها بجرعات كبيرة علشان ينبسط ذيك الليلة وكذا، أيوة ممكن قد تسبب. لكن الطفل اللي عنده فرط حركة وتشتت انتباه نيفر نيفر أبدا أبدا ما راح يصير. بل على العكس، الدراسات الآن أثبتت، ودراسات طويلة الأمد ودراسات محكمة منضبطة، إنه الأطفال اللي بتاخذ الأدوية المنشطة هذه، أنا بتكلم عن الأدوية المنشطة ما تكلمت على الأدوية الثانية اللي هو خط العلاج الثاني اللي هي الأدوية الغير منشطة، سواء كان أخذ الأدوية المنشطة والأدوية الغير منشطة، يقول لك نسبة احتمالية حدوث إنه هو يصير مدمن لما يصير بالغ كبير تقل بنسبة 85%، تقل بنسبة 85%. ليش؟ لأنه هذول الأطفال لما بيكبروا بدون علاج، إذا كبر بدون علاج غالبا هم حيسعوا إنه هم يعني تسلف ميديكيت، إنه هو يعالج نفسه بنفسه بطريقته الخاصة. وعادة يعني هذا ممكن يلجأ للمخدرات، وإحنا بنشوف، يعني هذا مش كلامي أنا ومش بس كلام اللي أنا بشوفه في الكلينيكال براكتس، هذا كلام الأبحاث، فإنهم عادة قد يلجأوا إلى المخدرات أو المنشطات لعلاج ضعف التركيز. 85% النسبة تقل إذا كان المريض أو الطفل هذا تعالج في الصغر، فهي لا تسبب الإدمان، بالعكس تساعد الطفل الحد من حدوث احتمالية حدوث الإدمان أو تعوده على أي منشطات في الكبر. السؤال اللي دائما يجي هل الأدوية هذه لها تأثير على النمو والوزن؟ خلينا كذا نتكلم عن شيئين. أولا المرض أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هو بحد ذاته، الأطفال اللي معرضين له يكونوا عادة الأطفال اللي هم يعني قصار القامة، ويمكن هذا سبحان الله اللي يخليهم قريبين للقلب، فيقول لك هم يعني ينزعوا انهم يكونوا قصار القامة. هذا يعني something genetic، مربوط بالجينات الوراثية. احيانا يقول لك المرض نفسه فرط الحركه هذا يعني ما يخلي الطفل بياكل بشكل مثل باقي. احنا عاده الاطفال اللي عندهم فرط الحركه تشتت الانتباه احنا بنشوفهم كثير، يعني بيكون اوزانهم واطوالهم لانهم ما بياكلوا بشكل كافي، يعني ما حتى ما الام تقول لي ما يركز يجلس ياكل on the go على طول، ما يقدر يجلس ياكل. فهذا شيء مرتبط زي ما قلنا جيني بالمرض نفسه. الأدوية نفس الشيء، في إحنا حنتكلم على نوعين من الدراسة. في دراسة عملت دخل فيها 350 طفل، أجريت على 350 طفل، تابعوهم
الأطفال هذول اللي هم عندهم اضطراب فرط الانتباه وتشتت الحركة لمدة 26 سنة، وتابعوا أطفال بنفس الظروف وبنفس العمر ما عندهم فرط الانتباه. هذول الأطفال كانوا بياخذوا الأدوية وهذول الأطفال ما بياخذوا، كنترول جروب. بعد 26 سنة وجدوا إنه ما في فرق يذكر ما بين الأطفال اللي كانوا يعني فرق في الطول والنمو والوزن، بالأخص بالطول، إنه يعني كثير الناس تركز على الموضوع هذا، مع إنه والله العظيم قصر القامة يعني يكونوا سبحان الله كذا أقرب للقلب. وجدوا إنه ما في تأثير، ما في there is no significant difference ما بين الأطفال اللي كانوا بياخذوا أدوية الـ ADHD، أدوية فرط الانتباه وتشتت الحركة، وما بين الأطفال الثانيين. في دراسة ثانية أخذت the worst case scenario، أسوأ الاحتمالات، في أسوأ الاحتمالات بيقول لك هي ممكن تؤثر by 2 inch. 2 inch يعني إحنا نقول البوصة الواحدة يعني 2.5 سنتيمتر، 2 inch الاثنين بوصة يعني 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر قد كذا. هل تسوى علي اني اضحي يعني يعني بمستقبل الطفل؟ هذا اقل شيء، مستقبل الطفل الاكاديمي، التحصيل الاكاديمي، القدره انه هو تو سوشيالايز، انه هو يعني يتواصل اجتماعيا مع الاطفال الاخرين، مع اهله، مع ذويه، مع المدرسين، مع المجتمع، مع المجتمع عموما، علشان 5 سنتي. وهذه اسوأ 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 الاحتمالات. احنا المفروض انه احنا نوازن توي، يعني أنا إيش ممكن أكسب وإيش ممكن أخسر في المقابل. أسوأ الاحتمالات عندي لو الطفل أخذ continuously بشكل مستمر، يعني بشكل يعني يومي، طبعا ما عدا الهوليديز اللي احنا هنتكلم عنها، لو أخذ بشكل مستمر أسوأ احتمال عندي إنه هو يكون أقصر من البيرس الأقرانه ب5 سنتي. أسوأ احتمال ممكن ما يكون، لكن أنا زي ما قلنا إحنا نوازن المنافع اللي أنا حاخذها من العلاج، وأوازن معاها الأشياء اللي أنا قد إني أخسرها. هل لها تأثير بعيد المدى على التوازن الهرمي في الجسم؟ أعتقد إنه إحنا جاوبنا عليه، لأنه الدراسة هذه إحنا قلنا إنه هي لمدة 26 سنة، أخذتهم من هم أطفال صغار 350 طفل. طيب السؤال الرابع، هل يتوجب على الطفل إنه ياخذ الدواء يوميا؟ لا، مش ضروري يوميا. احنا نقدر نعطي، طبعا انا بتكلم الان على ستيمولانس، الادويه المنشطه. الادويه المنشطه انا يعني احتاجها اكثر لما يكون الطفل وقت التحصيل الدراسي، لما يكون مثلا في مناسبه اجتماعيه انا ابغاه يطلع معاه يزور اجداده، يزور اعمامه، اهله، خيلانه. التواصل الاجتماعي جدا مهم، يركز مع الأطفال الباقيين، ما أحد يتكلم عليه، ما أحد يعايره. لكن في أوقات الأم مثلا تكون هي مثلا هي والطفل في البيت، ما في عندهم شيء، ما في تحصيل مثلا، يعني عادة في الويك إند إذا ما كان في زيارة أقدر إن أنا أعطي الطفل هوليديز، أعطيه بريك، أعطيه إجازة من الأدوية المنشطة. الخط الثاني من الأدوية اللي هي اللا منشطة زي الأتوماكسيتين والبيوترين البيبروبيون، الأشياء هذه لا، ما أقدر إن أنا أعطي الطفل هوليدي، مفروض إن أنا أستخدمها بشكل مستمر وبشكل يومي، وما تحتاج إن أنا أعطي الطفل هوليديز. ليش؟ لأنه الأدوية المنشطة يعني بتقلل من شهية الطفل، وأحيانا بتعوق النوم، الطفل ما يقدر ينام بشكل جيد. فعلشان كده المنشطات أقدر إني أنا أعطي الأدوية المنشطة، أقدر إني أنا أعطي هوليديز في الويكند، لما مثلا ما يكون الطفل عنده يعني دراسة، ما يكون في عنده زيارات للأهل. اللا منشطات لا، أنا ما أقدر، مفروض أن أنا I should take it continuously. طيب السؤال الخامس، من الذي يصرف الدواء، الطبيب النفسي أو طبيب الأعصاب؟ طبعا الطبيب النفسي، لأنه يعني الاضطراب هذا مصنف تحت يعني الأدوية النفسية. بعض أطباء الأعصاب قد إنه يعني هو
لكن الأفضل إنه هو طبعا الطبيب النفسي. في سؤال، هل عدم استجابة الطفل لنوع من الأدوية يعني الوصول لطريق مسدود؟ هي الأم تقول إنه يعني الطبيب المعالج البنت ما استجابت، هو جربوا معاها دواء واحد وما استجابت، ما كان في استجابة، فقالها خلاص يعني خلاص بنتك ما يعني ما في أمل إنه هي تتعالج. سبحان الله، يعني أكيد طبعا في أمل، وأكيد الخيارات والعلاجات موجودة ومتاحة، وأنا بقولها لكل أم لا تيأسي إن شاء الله لو جربت الأدوية كلهم، إحنا في عندنا أكثر من 10 أنواع من الأدوية. علاج كونسرتا منشط، خليني بس أجاوب الأسئلة تطلع عندي على الشاشة. كونسرتا لا، ما هو يعني من الأدوية كونسرتا لا، ما هو مهدئ. كونسرت يعتبر أيوة من المنشطات الممتدة المفعول. طيب، فإذا الطفل ما استجاب لنوع واحد، أجرب له نوع ثاني. إذا مثلا يمكن يكون مستجيب بس زي ما قلنا ما ناسبه العلاج، في آثار جانبية ما هو قادر إنه هو يعني يكون يعني يتأقلم أو إنه يتواءم معه، ومش مطلوب منه الطفل. يعني أنا أختاره للعلاج اللي حيناسبه وبأقل قدر من الآثار الجانبية، بحيث إنه هو يكون مرتاح وهو بياخذ العلاج معايا، هو ما هو تعذيب. أنا بعطيه العلاج هذا علشان يساعده ويساعد الأم الأهل عموما، معلش أنا بقول أم، يسامحوني الآباء ويسامحوني الأساتذتنا الكرام. أوجه التحية لأستاذتي، تو إن أرسلت لي أستاذة بثينة، أستاذ القرآن الكريم، أوجه لها تحية. يعني أنا أبغى أساعد الأستاذ، أبغى أساعد الأم، أبغى أساعد الطفل، الأب، الإخوان، الأهل اللي بيتواصل مع الطفل. فإذا ما ناسب العلاج في أنواع ثانية. احنا عندنا قلنا الخط الاول المنشطات، والمنشطات فيها كذا نوع. تو اللي سالتني الان بتقول لي هو مهدئ، لا، الكونسرت ما هو مهدئ من المنشط، لكن المنشطات الممتده المفعول. فاذا ما ناسب نوع، اجرب نوع ثاني، ومش بالضروري اني اخذ من المنشطات، انزل الخط الثاني. وفي عندنا الخط الثالث، احنا الخط الثالث في بعض الادويه اللي تستخدم في الضغط اقدر ان انا استخدمها لطفلي او طفلتي، في لها فعاليه كبيره. العلاجات فيها متسع، الطب بيتقدم، العلم بيتطور. سبب للنعاس، هل أستمر مع؟ طيب، هذا كمان فيه هنا سؤال، إنه طفل بياخذ دواء ريسبريدال ولكن يسبب له النعاس، هل تنصحيني بالاستمرار؟ دواء ريسبريدال ما يستخدم في السبيكترم، أو في أي في حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه. هو بيستخدم في طيف التوحد لما بيكون في أجريشن، لما بيكون في عدوانية، لما بيكون هذا أقدر إن أنا أستخدمه لو كان في ما يستدعي. عادة الأطفال هذول ترى ما هم عدوانيين، أحيانا الاندفاعية، لو أنا جلست كده معاه وركزت وكان ماخذ العلاج أي علاج سواء كان دوائي هذا، وهو قادر إنه هو يركز معايا. معلش أنا بس بركز في الشاشة، بينام أغلب وقت. طيب، يسبب النعاس، هذا كمان برضو الآن في سؤال ثاني جايني إنه يسبب النعاس. إذا كان هو يسبب النعاس، حاولي تعطيله هو في الليل بعد وجبة العشاء عشان يساعد الطفل إنه هو ينام، لو كان في داعي للاستخدام. هو عادة إحنا ما نستخدمه كثير إذا كان بس فرط حركة وتشتت انتباه. إذا كان في أجريشن، يعني في عدوانية، في هذا ممكن أنا أستخدم، لكن هو ما هو أبروفد، ما هو معتمد من هيئة الغذاء والدواء سواء السعودية أو الأمريكية، لكن قد يؤخذ في بعض الحالات. إذا بسبب له نعاس، أعطي له هو في الليل وأستفيد. أنا بوظف الآن السايد أفكتس، بوظف الآثار الجانبية، إنه هي تساعد الطفل إنه هو to maintain night sleep، إنه هو ينام بشكل جيد في الليل. طيب، هنا سمعت أن العلاج يكون فقط سلوكي وأكاديمي، وأن الأدوية لا لزوم لها،
أو أنها فقط مكملات، ما مدى صحة هذه المقولة؟ طيب في ناس بتقول الكلام هذا لأنه هو this is a psychological يعني disorder، اضطراب، لكن نعم العلاج السلوكي المعرفي، العلاج الأكاديمي، يعني العلاج مع المدرسين والهذا، نعم نعم له دور، لكن في أحيان أن الطفل يعني ما يقدر حتى يجلس أصلا للجلسة، حتى أني أنا أسوي علاج سلوكي، أني أسوي علاج، ما هو قادر يجلس، بيتحرك بينط بيقوم بيجلس، ما هو قادر يركز. للأسف يا ناس الأطفال هذول، وأنا كثير تجيني حالات إنه أنا طفلي ما هو ذكي، يعني ما نبغى نقول الكلمة الثانية، إنه أنا طفلي ما يقدر يفهم، عنده تخلف، لا ما عنده، لكن لا نستبق لهذا، عالجه وخليه هو يركز. أنا دائما بشبه للأمهات، بقولها يعني شوفي نفسك وقت ما أنت يكون في عندك عزيمة، ما عندك شغالة، التلفزيون شغال، الأولاد ما نعرف إيش، في 70,000 شيء أنت تبغي تسويه في ذاك الوقت، تعالي أسألك سؤال كذا، بتركزي معاي؟ أنت مخك فيه 60,000 شيء، كيف حتقدر تركزي معاي؟ نفس الشيء هذول الأطفال مخهم مشتت، مشتت في أشياء كثيرة، أشياء كثيرة في داخل ذهنه، كيف حيقدر يركز؟ علشان كذا هم بيلقطوا يدوب كذا من السؤال، ويبتدي يعطيك الجواب، فبيتهموا مساكين حبايبي باتهامات كثيرة ما لها أساس من الصحة. أحيانا العلاج الدوائي يساعدني حتى أني أنا أسوي العلاج السلوكي والعلاج الأكاديمي أو التربوي، حتى أنه الطفل يقدر يركز. في حالات they are severe، عنده تشتت انتباه. طيب خلينا نجاوب على هذا السؤال، بس أعتقد المقولة هذه الأدوية لها دور، ولها دور كبير، يعني زي ما قلنا إنه أحيانا بتساعدني كثير في الحالات اللي الطفل يعني ما استجاب بشكل كافي، أو حتى أنا ماني قادر إني أبدأ الجلسات هذه، فلا بد من الأدوية، الأدوية بتساعد تشتت الانتباه. ممكن طبعا ممكن يجي تشتت الانتباه مع طيف التوحد، او انه طيف التوحد يجي، نعم ممكن هذه كوموربيديتي، الامراض هذه قد تاتي بالتزامن مع بعض. اعالج التوحد زي ما بعالج فرط ممكن، لكن الاكثر انه هو يجي مع صعوبات تعلم وكذا. تو الأخت الفاضلة سألتني إنه طيب أنا إيش أسوي إذا كان الدواء بينعس الطفل، زي ما قلنا نحاول نوظف الآثار الجانبية، إن أنا أستخدم للطفل في الليل بحيث إنه هو يقدر ينام معي نوم كافي، أغلب الأطفال هذول ما يقدر يناموا، فالأدوية اللي تسبب النعاس هذه ممكن تكون ميزة، يعني ما هي شيء سيء، بحيث إن أنا الطفل ينام، لكن إني أوظفها في الليل بحيث إنه هو الطفل يقدر ينام في الليل. أعتقد إنه إحنا كذا جاوبنا على أغلب الأسئلة اللي مطلوبة مننا. أشكر للجميع التواصل والتفاعل، وأتمنى إني أشوفكم في مرات قادمة. إشراق في عندهم مبادرة جميلة جدا، توعية المجتمع ليس فقط يعني فرط الاضطراب، فرط الحركة، تشتت الانتباه، لكن كمان في ال... يعني في الأدوية النفسية وبالأدوية عموما. فأنا حيكون لي الشرف إن شاء الله إن أنا أكون معاكم في جلسات قادمة حنتكلم فيها عن الأدوية النفسية، عن الاتهامات العديدة اللي الأدوية النفسية بريئة منها، وحنتكلم بالعلم وبالأبحاث المثبتة. شكرا للجميع، وأتمنى أني أشوفكم جميعا على خير. استودعتكم من لا تضيع ودائع، في أمان الله.